فيها كل 50 كيس بالكياسة، كل كيس في ثلاثة، كل كيس في ثلاثة. حلو قوي. لا مع كل كيس من ده، كل كيس من ده في ثلاثة، في ثلاثة يعني علم مصر ده. ايوه أيوه. صح كده، علم مصر. حلوة قوي اهي. يعني انت لو خدتها، لو خدتها كده وحطيت الواحدة بس في الغويشة زي كده ومعاها بالونة وحطيتها على كارت واتباعت، هتتباع ب 100 بجنيه، هتكسب فيها مكسب حلو جدا. حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله. التلاتة جول. عاوز احطها بقى في البخت الصيني؟ ماشي. عاوز احطها في علب. وجدت محلات اهي، دي وجدت محلات من محمد المنياوي، احمد محمد المنياوي اهي، واستاذ احمد عباس ما شاء الله تبارك الله. دي الوجهه اهي ان شاء الله تبارك الله اهي. حلو قوي. المنياوي واقف اهو، هو هو المنياوي واحد بس، واحد بس اللي جاي كده هو من رمسيس. قول له بس على المنياوي اهو، اسال عن المنياوي فعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم على قناه شارع بني الحارات. قبل ما نبدا نقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه يا محمد ان شاء الله باذن الله جايين لكم من محلات استاذ احمد عباس، الشغل اللي كله بعد العيد ان شاء الله باذن الله. الاسعار يعني الحمد لله في اسعار نزلت، في اسعار ثبتت على هذا وضعها. جايين لكم مفاجات ان شاء الله باذن الله على مدار الفيديو كلها، في مفاجاه حلوه جدا هنوريها لكم دلوقتي في اول الفيديو ان شاء الله باذن الله. معانا ان شاء الله كل ده في محلات استاذ احمد عباس عند استاذ محمد المنياوي. رقم التليفون هنسيبه لكم على مدار الفيديو ان شاء الله. في شحن لجميع المحافظات، في شحن المنياوي، في شحن لجميع المحافظات، في شحن لجميع مصر وداخل مصر، خارج مصر وداخل مصر، في محافظات ان شاء الله باذن الله. مش عارف بص عليها محمود 35 مثلا. ايه معانا بقى المفاجاه اللي هي الجديده بقى اللي المنياوي نزل اكياس، اكياس الكريسبي وكاس الخربشه ده بيتباع بالايه، بالكيلو صح؟ ده بالكيلو، بالكيلو. الكيلو بره بيبيعوه ب 150 جنيه، ب 150 بيبيعوه ب 170، 170 جنيه بره، ب 170 عندنا احنا ب 160 جنيه، ب 160 جنيه للقناه. بس اللي يجي يقول تبع القناه، كل المقاسات كلها موجوده، كل المقاسات، المقاس الكبير، الاساتذه الناس اللي كانت بتسال على المقاسات، كل المقاسات موجوده اهي. والمقاس ده اهو، المقاس الكبير الجامبو اللي هي بتاع البخت الصيني، الجامبو اللي معاك من 20 لحد 40 في 60 ما شاء الله تبارك الله. حلوه قوي، المقاسات كلها موجوده. المقاس الكبير ده بيبيعوه ب 150 جنيه، عندنا احنا بس ب 145، ب 145 كيلو من ده بدل 150 جنيه كبير، المقاس الكبير ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي. برمي عدد صح يا منياوي؟ برمي عدد ده او ده الصغير كمان، برمي عدد افضل، برمي عدد وده اللي كيس بتاع الخربشه ده، بيرمي عدد حلو قوي ما شاء الله. ده بتاع الخربشه، ده الكيس بتاعها، تحط معاه وتحط معاه الخله وتتعمل وتحط على الكارت صح كده؟ الخله يا اما تحط معاها السيف مش هتفرق ايا كان، تحط على معاها سيف، بتحط معاها بالونه 500 مش هتفرق يعني اي حاجه، تتباع بجنيه تبقى حلوه قوي ما شاء الله. اهو فكره جميله ومشروع حلو جدا. 100 من دي ال 100 170 جنيه، ال 100 ب 170 جنيه، فيها 8 كروت، فيها 8 2 3 4 5 6 7 بتاخد 8 8 دولار كده حسب ال 100 صح؟ يعني 8 دي يعني خربشه، يعني ال 100 بتطلع 800 كارت من ده، ال 100 بتطلع 800 كارت من ده، يعني 800 جنيه. حلو قوي ماشي ما شاء الله. لو انت عملت الكارت على 24 بتطلع معاك 33 كارت، بتطلع معاك 33 كارت، الكارت على 20 33 كارت. حلو قوي ما شاء الله، حسبتها حلوه ما شاء الله، فيها مكسب حلو قوي ما شاء الله. بقول لكم على كل الافكار. معانا ايه تاني يا عم منياوي بقى الجديد ان شاء الله؟ هو المحل كله مليان بضاعه، النبله، النبله ب 45 جنيه بدل 50، ب 45 جنيه بدل 50 جنيه. حلو قوي. الكوتشينه، الكوتشينه دي ب 13 جنيه، 13 جنيه عدد 12، دي الكوتشينه الكبيره. حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. الزوبعه ب 40 بدل 45، الزوبعه ب 40 بدل 45، حلوه قوي 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 ما شاء الله. معانا ايه تاني يا منياوي؟ البضاعة كلها موجودة، موجودة كله موجود، كله موجود معانا ان شاء الله. وفي شحن جميع المحافظات. قول رقمك يا منياوي. 010 010 330 330 62 62 925 925 ما شاء الله تبارك الله. معانا الدبور احنا دي 25 فيها 100، الواناتها حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله اهي. كل ده محلات المنياوي، وفي شحن جميع المحافظات. السلم وتعبان يا منياوي، السلم وتعبان اللوكس ده ب 55، ده اللوكس ب 55، اللوكس ده اللي هو الزهره بتاعته باينه اهي بس اهي ما شاء الله، ما شاء الله ب 55، هو هو بس الزهره، الزهره مختلفه ب 45، ب 45 ده دي هي تبقى الفلوس ديت، دي فيها 500 ب 80 جنيه، دي فيها 500 ب 80 جنيه، زادت الثاني على المنيو، زادت 5 جنيه ثاني على الاول، هي هي لا كانت ب 75 زادت. الغوشه بقى دي، الغوشه دي هي تبقى ب 50 جنيه،
50 جنيه فيها 50 فيها 50 كل كيس بالكياسه كل كيس في 3 كل كيس في 3 حلو قوي لا مع كل كيس من ده كل كيس من ده في 3 في 3 يعني علم مصر ده ايوه اه صح كده علم مصر حلو قوي اهي يعني انت لو خدتها لو خدتها كده وحطيت الواحده بس في الغويشه في زي كده ومعاها بالونه وحطيتها على كارت واتباعت هتتباع ب 110 بجنيه هتكسب فيها مكسب حلو جدا حلو قوي ما شاء الله تبارك الله التلاته جول عاوز احطها بقى في البخت السيني ماشي عاوز احطها في علب محمد صلاح ماشي عايز احطها على كارت عاوز احطها على كارت مفيش مشاكل فيها ليها التزامات كتير قوي ما شاء الله في 50 كيس من ده الكيس ده فيه ايه؟ في 50 50 واحد 50 كيس 50 كيس اه كل كيس في 3 كل كيس منه في 3 150 اسوره ما شاء الله يعتبر 150 اسوره ب 50 جنيه حلوه ومشروع حلو جدا ما شاء الله تبارك الله عليه الحروف دي بكام؟ الكيلو ده فيه اكتر من 4000 حرف 4000 حرف اه او 5000 او 5000 حرف حلوه قوي حروف على ارقام على حروف على ارقام على مشط على كده صح كده؟ اه حلوه قوي ب 110 في 110 ب 110 حلوه قوي بدل 115 110 بدل 115 110 حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله الاسوره دي 140 جنيه ال 100 دي ب 40 جنيه حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله حلوه قوي على كارت وتحط معاها نص صاج وتتباع بجنيه حلوه قوي تحط معاها بالونه تحط معاها البنا بس تحط معاها البنا اي حاجه في افكار حلوه ما شاء الله تبارك الله الطاقيه الكاب دي فاديلك الكاب دي الكاب دي ب 40 جنيه فيها 100 ب 40 جنيه فيها 100 ما شاء الله المقص ب 60 في 100 ب 60 في 100 ال السبينر 55 في 100 كل ده متكيس حط على كيس حط على كيس على كارت على طول الكوتشينه دي برضه ثواني بس ثواني ثواني بكام الكوتشينه دي؟ الكوتشينه الدهبه دي ب 35 ب 35 بتلم 50 جنيه بتلم 50 جنيه حلوه قوي ما شاء الله تتباع ب 5 جنيه ممكن تتباع بسبعه ممكن تتباع بسبعه اه طبعا العيد والناس بتاخدها تبقى حلوه ما شاء الله يعني حلوه تبارك الله يعني حلوه قوي معنى الاسوره دي يا منياوي؟ الاسوره دي اللي دي ديت ب 45 جنيه ب 45 جنيه فيها 100 وريني افتح شكلها كده نوريها برضك عشان الناس بتحب تشوف الشكل بتاعها اه حلوه قوي 45 جنيه فيها 100 بص اللي هي على سبايدر مان حلوه قوي ما شاء الله غويشه حلوه ما شاء الله تبارك الله معانا المكنه 70 جنيه في 100 متكيس حلو قوي ما شاء الله ده خامه بيور حلو قوي ما شاء الله تبارك الله معانا الطياره الجامبو الطياره الجامبو ب 70 ب 70 جنيه فيها 100 برضك فيها 100 ب 70 حلوه الطياره الجامبو دي حلوه قوي ايوه العصفوره دي حلوه قوي العصفوره دي جميله جدا حلوه قوي العصفوره دي جميله ما شاء الله لسه نازله مغلفه حلوه قوي والوانها هي الوانتها جميله بكام بقى دي يا مليون ب 65 جنيه كيس ب 65 جنيه في 100 متكيس كده متكيس كده يتحط على كارت ايزي كده تحط معاها مصاصه وتتباع ب 2 جنيه تتباع ب 2 جنيه منتج هيبقى ب 2 جنيه حلوه قوي تحط معاها جواها شيكابون وتتباع تحط فيها البانتين وتتباع بجنيه حلوه قوي ما شاء الله فيها ليها افكار كتير منتج منتج يبقى منتج ب 2 جنيه شيك رزبه عشان ما تفتحش حلوه قوي فتح مفتوحه من تحت حلوه ما شاء الله تبارك الله تحط فيها المصاصه تحط فيها مصاصه تحط فيها كريسبي تحط فيها اي حاجه اهي بتتباع ب 2 جنيه منتج حلو جدا منياوي بيقولوا لنا افكار كتيره ما شاء الله والمشاريع اللي بينزل هنا برضك هو بيقول له على المشاريع اللي هو عايز اللي هم حابب يعملها كوتشينه الكوتشينه ب 20 جنيه ب 20 جنيه ما شاء الله تبارك الله فيها 36 كوتشينه ب 30 جنيه 36 ما شاء الله الحله الكيس ده ب 50 في 100 50 ده الكيس ده 50 في 100 حلو قوي وفي بالكيلو برضك السيف السيف ب 55 ب 55 في 1100 سيف حلو قوي ده ينفع للخله حلو قوي معانا القنبله القنبله دي حلوه قوي 90 جنيه 90 بدل 95 90 بدل 95 حلو قوي ممكن نجربها من ايه؟ نجرب لنا كده واحده لسه مجربين واحده حلو قوي ما شاء الله بص بتداس عليها صح صح من لازم ندوس عليها كده لازم ندوس عليها لحد ما تتنفخ اه وترجها رجه كده اهي فرقعت في ايده اصلا حلو ما شاء الله يعني فيها فرقعت في ايده ما شاء الله منتج حلو بكام قلنا
جبنة ب 90 جنيه بدل 95 بدل 95 فيها 90 جنيه، المنتج ب 2 جنيه برضك حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. معانا ايه تاني يا عم منياه؟ الولنانة دي حلوة برضك اللي هو هيوريها لنا دي. اهي ما شاء الله تبارك الله بيجرب لنا، بص المنياوي بيجرب لنا كل حاجه بحيث ابقى قدامكم ايه في الصوره كده اهي. اكياس اهي بردك ما شاء الله موجوده اهي بكميات اهي، وموجود شحن لجميع المحافظات، موجود شحن لجميع المحافظات. بص المحل ما شاء الله الصوره دي يا منياوي فيها 580 فيها 580 حلو قوي. الفنجال براد ب 40 جنيه في 100 حلو قوي ما شاء الله. الوش المايه ده ب 45 في 100 ما شاء الله. بص المحل فيه حاجات كتير ما شاء الله، الاسعار ثابته زي ما هي وفي اسعار نزلت، محل ما شاء الله تبارك الله. وفي كاس بخت بالكيلو خلي بالك، واللي كاس بخت